النهاردة بإذن الله الحصة الأولى من حصص المراجعة النهائية لمادة التكنولوجيا، وهنبدأ إن احنا نراجع على الدرس الأول والتاني. وبما إن الدرس الأول كان للإطلاع فقط، هناخد منه فقط الأجزاء المهمة ونراجع عليها، والباقي هنسيبه. حدد لكم بس إيه هي الحاجات المهمة ونبدأ إن احنا نشرحها. أول حاجة مثلا هي إن احنا ممكن نصمم لعبة باستخدام تطبيق سكراتش. تطبيق سكراتش للناس اللي مش عارفاه، هو تطبيق بيعتمد على الأشكال وبيعتمد على الحركة، وكمان هو تطبيق مجاني وسهل جدا على الأطفال إن هي تتعلم برمجة من خلاله. تمام، اقفل المايك لو سمحت عشان الصوت. اوكي، من اهم الحاجات اللي برضو محتاجين ان احنا نفتكرها هي يعني ايه كلمة خوارزمية، وان خوارزمية معناها مجموعة من الخطوات المرتبة لحل مشكلة معينة او لاداء مهمة صوت معينة. حضرتك بيقطع جامد يا مس. حضرتك بيقطع جامد يا مس. حضرتك بيقطع يا مس. نعم يا عمر، صوت حضرتك صوتك يا مس بيقطع كان جامد. صوتك يا مس صوتك كان حضرتك صوتك كان بيقطع. بيقطع قوي يا مس. طب دلوقتي تمام؟ ايوه خلاص يا مس. هو اصلا كده كده يعني حتى لو صوت بيقطع مش هيظبط لو انتوا كلكم قلتوا في نفس الوقت، فالافضل لو الصوت بيقطع يبعتوا بس مسج علشان اعرف ان الصوت بيعلق وبس، لان ان احنا كلنا نفتح المايك مرة واحدة ده بيخلي الصوت يعلق. خلونا دلوقتي نبدأ نقول بس آخر جزئية قلتها، هي كلمة خوارزمية، وإن كلمة خوارزمية معناها مجموعة معينة من الخطوات اللي احنا بنعملها علشان نعمل نحل مشكلة معينة أو نقوم بأداء مهمة محددة. هو هنا كاتب لنا إن الخوارزمية، ثانية واحدة يا شباب، كنا بنقول إن الخوارزمية هي إجراء تدريجي بنحل بيه مشكلة أو بنعمل بيه عملية معينة، على سبيل المثال العمليات الحسابية. طيب الخوارزميات دي إيه أهميتها؟ الخوارزميات هي مهمة في حاجات كتير جدا، من ضمنها البرمجة، من ضمنها إن احنا نحل مشكلة معينة بتواجهنا مع جهاز الكمبيوتر الخاص بينا، أو من ضمنها كمان الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. كل دول بنكون عاملينهم بمجموعة من الخوارزميات علشان نعمل برنامج أو عشان نعمل أداة ذكاء اصطناعي معين. كنا اتكلمنا كمان عن كلمة بلوك تشين، وإن بلوك تشين دي هو نظام بنعمل بيه أو بنسجل بيه البيانات على أكتر من جهاز كمبيوتر في نفس الوقت، والغرض منه هو الحماية من القرصنة. والناس طلعت لا موجودة. والناس ده تعالوا بقى آخر حاجة بيقولها لنا هنا، هي حاجة ليها علاقة بالمساعد الصوتي الافتراضي. عارفين الحاجات اللي بتبقى موجودة على الأجهزة بتاعتنا اللي ممكن نسألها سؤال وهي ترد علينا؟ هي دي بقى بالظبط. زي مثلا سيري اللي موجودة على أجهزة الآيفون، وزي أليكسا اللي موجودة عند اللي بنشتريها من أمازون، وزي جوجل اسيستنت او مساعد جوجل اللي موجود على اجهزه الاندرويد واللي عاملاه شركه جوجل. الحاجات دي بس هو كلها معلش انا مش عارف في التطبيق ده، ممكن تقوله لي؟ ده ثاني واحد اهي، مساعد جوجل ده مساعد. ايوه موجود على اجهزه الاندرويد. لما مثلا بتضغط على الاندرويد جهاز، موجود على كل اجهزه اندرويد. جهاز اندرويد مس ومش موجود عندي هتلاقيه موجود مس عندك. اللي هو يا مس يا مس هو اللي هو فيه بيبقى من تحت خالص في اجهزة تحكم الموبايلات بتاعت اندرويد ايوه كده، بيبقى في دايرة كده في النص دي، لو دوست عليها جامد هيطلع لك مساعد جوجل. صح، برافو. وفي احيانا بعض الاجهزه بنضغط على الزرار اللي في الجنب ضغطه مطوله بيظهر لنا مساعد جوجل ده. أيوة أنا عندي الاثنين. عندنا إيه يا أليكسا، مس معلش يا مس قولي تاني يا مس. في اجهزه لما بنضغط على الزرار اللي في الجنب ضغطه طويله
بيفتح لنا مساعد جوجل. ده انا عندي اللي في النص بس ما اعرفش اللي على جنب. حلو ايوه قوي. انا عندي الخاصيه دي بتاعي، قصدي على التابلت بتاعي، ادوس بس على الزر اللي بيوديني عند الهوم او الشاشه الرئيسيه بتاعت الايباد، ضغطه طويله يجيب لي مساعد جوجل، بخليه بقى يجيب لي نكتات وحاجات عشان اضحك، وفعلا مضحك جدا. عندنا كمان برنامج أليكسا اللي معمول من أمازون، أليكسا دي هي المفروض إن هي مساعد افتراضي، متبرمجة إن هي تتعلم من تصرفاتنا أو تتعلم من كلامنا علشان تساعدنا أكتر. زي مثلا إن أنت تقول لها إن إحنا لو قلنا صباح الخير فشغلي الأضواء أو شغلي النور. وممكن كمان ان انت بناء على التفضيلات بتاعتك والحاجات اللي انت دايما بتشوفها تبدأ مع الوقت ان هي تقترح عليك افلام او موسيقى او تقدم لك نصيحة معينة، وتجاوب كمان على اسئلتك وتقرأ لك قصة. ممكن تلعب معاك تمام. ان هي تعمل لك تسوق على الانترنت، ممكن تساعدك ان انت تنام وهكذا. ودلوقتي امازون شغالة على خاصية جديدة، وهي ان اليكسا تفهم نبرة صوتك، تعرف لو انت مبسوط ولا زعلان وانت تستخدم الاداه بتاعتك. نعم يا عمر. مثل تطبيق أليكسا ده يقدر يساعدني في أي حاجة؟ في المذاكرة يعني مثلا؟ ممكن ولا يساعدك، لأ؟ ايوه يقدر يساعد في المذاكره عادي. يقدر يساعدك في المذاكره، ولكن يعني هي اليكسا اكتر من تطبيق انها اداه. تمام. اوكي. كمان بيقول إن خدمات المساعد الصوتي أو خدمات دي عموما من ضمنها طبعا أليكسا بتكون متخزنة على سحابة. وكنا اتكلمنا الترم الأول على كلمة سحابة، إن هي مساحة من التخزين بتكون موجودة على الإنترنت، أو إن إحنا بنخزن مجموعة من البيانات على الإنترنت، ده معنى كلمة سحابة. والجزء الأخير بيقول إن مصر هي كمان انطلقت في الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، وعملت سنة 2019 حاجة اسمها المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، وده أطلق منصة ذكاء اصطناعي سنة 2021، ومصر أخذت المركز الثاني على مستوى أفريقيا من حيث إن هي من أكثر الدول الجاهزة لتطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي سنة 2022. وفي سنة 2023 بدأ إن هم يطلقوا برامج تدريبية للذكاء الاصطناعي في المدارس الثانوية لمدة 3 سنين، يعني هتستمر معانا 3 سنين. وبدأت مراكز الابتكار في الجامعات زي المنيا وإنا إنهم يعملوا برامج للتدريب على الذكاء الاصطناعي سنة 2023، ودلوقتي مصر بقى فيها نمو في سوق العمل على الذكاء الاصطناعي، يعني بقى فيه فرص عمل جديدة بتوفرها الشركات الناشئة الجديدة للناس في مجال الذكاء الاصطناعي. وبكده احنا خلصنا الدرس الأول من دروس المحور الأول. حد عنده أي سؤال فيها؟ اتفضل يا عمر. هو مس مين المركز الأول في الذكاء الاصطناعي في أفريقيا؟ اللي واخد المركز الأول في الذكاء الاصطناعي مش عارفة، بس ممكن إيه؟ تسيرش على جوجل ماشي. أو على الأقل. تعالوا بقى دلوقتي نشوف الدرس التاني، والدرس التاني ده إجباري، يعني كل معلومة موجودة فيه وكل كلمة موجودة فيه ممكن عادي إن احنا نتسأل فيها، سواء في الاختبارات بتاعة الشهر أو في اختبارات نهاية السنة. تعالوا هنا بيقول لنا أو بيكلمنا عن الذكاء الاصطناعي بصفة خاصة، وهو بيقول لنا إن الذكاء الاصطناعي هي التكنولوجيا اللي بتخلي الجهاز أو الآلة يستخدموا السمات البشرية في إنهم يحلوا مشكلات محددة، أو إنهم يستخدموا المنطق أو يتخذوا قرارات معينة، وأحيانا كمان يتنبأوا حاجة لصالحهم. وزي ما قلت لكم في الدرس اللي فات إن الذكاء الاصطناعي وأغلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي معتمدة على خوارزميات، ولكن مفيش برنامج ذكاء اصطناعي أو تطبيق ذكاء اصطناعي بيكون معتمد على خوارزمية واحدة، لا بالعكس بيكونوا مكونين من مجموعة من الخوارزميات المرتبة لحل المشكلة أو لأداء مهمة معينة. يبقى احنا كده لازم نركز على إن الذكاء الاصطناعي معمول بمجموعة من الخوارزميات.
يعني لو جالنا سؤال يعتمد الذكاء الاصطناعي على ايه، يبقى اكيد الاجابة هتكون الخوارزمية. طب ايه هي بقى ادوات الذكاء الاصطناعي اللي موجودة حوالينا واللي احنا بنستخدمها؟ اول حاجة هو ان احنا نفتح الجهاز بالتعرف على الوجه زي الصورة اللي قدامنا دي، ان احنا بنمسك الكاميرا بتاعة التليفون بتاعتنا نعملها على السيلفي نواجهها على وشنا، ويبدأ طبعا ان هو يقيس المسافات وهكذا، ويبدأ ان هو يقول ان ده انت او مش انت بالتعرف على الوجه. تاني حاجة عندنا هي تطبيقات الملاحة اللي بتوديك لوجهة معينة. ناخد بالنا من كلمة الملاحة دي مقصود بيها الاتجاهات، يعني تطبيقات ليها علاقة بالاتجاهات زي مثلا تطبيق جوجل مابس او جي بي اس، وموجود طبعا في اوبر وغيرها من التطبيقات المعتمدة اساسا على الملاحة. نعم يا يوسف. يا مستر ده كله هو اسمع اسمع حضرتك، هو مش الدرس الاول اول شباب، حاجه انا ممكن اسمع اللي عايز انها طبعا. يتكلم يرفع ايده، لان انتوا بامانه من بدايه الحصه بتتكلموا كلكم في نفس الوقت. اتفضل يا يوسف. مستر ده تعرف على الوجه، انا واخويا يا مستر شبه بعض، وتليفونه تليفونه وتليفونات العالم كلها يا مستر. هو يبص لها، لو انا اللي عامله بوشي يفتح معاه، ولو هو اللي عامله بوشه يفتح معايا يبقى اكيد في حاجه غلط، في حاجه حصلت غلط. يا مس. يعني كل التليفونات غلط يا مس. لا جربوا تاني عادي. انا على اكتر من تليفون يا مس، انا كتير من انت يعني جربتها على تليفونات كتير. انتوا عاملين البصمة الوش على اكتر من تليفون، دي حاجة لا يا غريبة. مس، مثلا انا اروح اجرب على تليفوني تنفع يفتح معاه، اجرب على تليفون، اجرب على تليفون كده، واجرب على تليفوناتي يا مس. يعني محدش بيحصل معاه كده الا انا وهو يعني. اه بالظبط، هي فعلا ما بتحصلش كتير دي. اتفرجت على فوت بصمة من على تليفوني يا مس. اوكي عبد الله، عبد الله طيب عمر، مس في دولة في أفريقيا اسمها إيه؟ موريشيوس، هي المركز الأول في الذكاء الاصطناعي. اوكي يا عمر، كويس ان انت عملت سيرش على جوجل. حبيبة انت نزلتي ايدك. اوكي خلينا نشوف ايه تاني من ادوات الذكاء الاصطناعي اللي موجودة عندنا. من ضمنها طبعا الاجهزة المنزلية الذكية، وانا اتكلمنا عليها في الترم الاول وقلنا ان الاجهزة دي من ضمنها مثلا الثلاجة الذكية والغسالة الذكية وهكذا، ولكن الترم ده بناخد من ضمنها منظمات الحرارة الذكية، ودي بتنظم درجة الحرارة في البيت علشان دايما تكون في الحالة الطبيعية ليها. وأكيد اللي اتكلمنا عليهم في الدرس اللي فات اللي هم المساعدين الصوتيين الرقميين، وده علشان ينفذ لك طلب معين زي مثلا اتصل بفلان أو إيد النور أو مثلا شغل موسيقى، او ان هم يجاوبوك على اسئله معينه زي النهارده يوم كام، او ايه درجه حراره الجو في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه. مس انا عندي سؤال، اتفضل يا مروان. هي ازاي اليكسا بتفتح مش شبكة الانوار؟ علشان انت بتكون موصل البيت كله بالواي فاي، وكمان اللمبه اللي عندك او النظام اللي عندك مش بيكون زي النظام العادي اللي موجود دلوقتي في بيوتنا، هو بيكون برضو كله متصل ببعضه ومتصل بشبكة الواي فاي، فهي تقدر تتحكم فيه عادي. يعني لو انا عايز اخرج بالليل وهي مش عايزه تقفل الباب ما هو المفروض ان انت اللي بتتحكم فيها، انت اللي بتتحكم في جهاز اليكسا. اوكي. يا بس اولا انا كنت المفروض مفكرها بشكل ريموتلي اليكسا بس عشان اولا كده كنت تاني، بتقفلني. هنبدا تاني ان احنا كلنا نتكلم ونرد على بعض. انا كده يا شباب الحصه مش هتبقى حصه صحيه. اوكي عندنا كمان من ضمن ادوات الذكاء الاصطناعي هي فلاتر البريد الالكتروني، وفلاتر اللي هي بنقول عليها مرشحات، هي اللي بتفلتر او بتفرز البريد الالكتروني المهم عن البريد الالكتروني اللي ممكن يكون خطير.
بتبدأ إن هي تمنعه أو تمنع البريد الإلكتروني الخطير ده من إنه يوصل لصندوق الوارد بتاعك اللي هو الإنبوكس بتاعك، علشان ما يحصلكش أي ضرر من البريد الإلكتروني ده. دي اسمها فلاتر البريد الإلكتروني. عندنا كمان رقم 6، هي مواقع التواصل الاجتماعي اللي احنا عارفين ان كلها دلوقتي بتقدم اقتراحات للمستخدمين بناء على الذكاء الاصطناعي، وبتديهم كمان اقتراحات للاتصال بالناس، يعني مثلا يقولك ان انت ممكن تكون عارف فلان وهكذا. عندنا كمان نوافذ الدردشة اللي موجودة على مواقع الويب، ودي بتوفر ردود من خلال حاجة اسمها الروبوتات المحادثة. طب ايه هي اصلا نوافذ الدردشة؟ نوافذ الدردشة دي لما انت مثلا بتكون قابلت موقع معين وعايز تسأل الموقع ده او تسأله عن منتج محدد، فبتفتح الشات ويندو اللي هي نافذة الدردشة، او بتفتح الشات يعني، فبتلاقي ان انت اول ما كتبت اي رسالة رد عليك روبوت او رد عليك حاجة كده اوتوماتيك، وقال لك ان انت لو عايز تسأل عن السعر او عايز تسأل عن امتى اقرب حاجة الناس هترد عليك فيها وهكذا، بيعرض عليك يعني مجموعة من الاسئلة تسألها له. اوكي يا حبيبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فبتبدأ ان انت مثلا تسأل النظام ده سؤال معين ويبدأ يرد عليك برضو من خلال الذكاء الاصطناعي. او لو حد فيكم بيستخدم فودافون، ففودافون دلوقتي عاملة برضو روبوت للمحادثة اسمه تقريبا فودافون بوت او حاجة زي كده، موجود على تطبيق فودافون. عندنا رقم 8، هي البرامج التعليمية التفاعلية، ودي معمولة بالذكاء الاصطناعي لان هي بتكون مخصصة او بتكون يعني محددة على قدرات الشخص والاختلافات اللي بين الناس، يعني بتشوف كل شخص ايه هي قدراته الفريدة وبيبدأ انه يعملك عليها برنامج تعليمي تفاعلي مخصص ليك انت. الأداة رقم 9، هي أدوات معالجة اللغة، ودي ليها مميزات كتير زي إنها بتوفر معلومات، بتساعدك إن أنت تكتب بطريقة كويسة، بتساعدك تجاوب على سؤال معين أو على أي حاجة، وبتبدأ من نصوص بسيطة أو رسائل للبريد الإلكتروني لحد ما تكتب لك مقالات كبيرة، وهي من مصادر المعلومات التي لا تقدر بثمن، ولكن ليها شوية أضرار زي إن ممكن الناس تستخدمها لسرقة أو نسخ الأعمال، وكمان ممكن يستخدموها للتضليل أو انتحال الشخصيات أو الغش. ومن المهم جدا إن احنا نتكلم فيه هي إيه الأخلاقيات التي يجب على جميع مصممي أدوات الذكاء الاصطناعي الالتزام بها؟ إيه هي يعني المبادئ المحددة اللي لازم يلتزم بيها كل مصمم للذكاء الاصطناعي؟ طبعا احنا عارفين ان في ناس كتيرة جدا ما بتحبش تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي او ادوات الذكاء الاصطناعي بسبب خوفها منها، زي مثلا ان هم يكونوا خايفين يتسرقوا او يتسرق بياناتهم، يخافوا مثلا ان اداة الذكاء الاصطناعي دي تكون بتقرصن المحتوى بتاعهم وهكذا. فلو كل المصممين التزموا باخلاقيات معينة وبمبادئ معينة، ده تدريجيا بيقلل خوف الناس من استخدام الأدوات دي. طب إيه أهم المبادئ اللي لازم المصممين يتبعوها؟ أول حاجة أو أول مبدأ عندنا هو الشمولية. الشمولية معناها إن أدوات الذكاء الاصطناعي تكون بتشمل جميع المستخدمين، مش بس مجموعة معينة منهم أو مش بس فئة محددة منهم. كلمة شمولية معناها إن أداة الذكاء الاصطناعي بتشمل جميع المستخدمين. رقم 2، هي عدم التحيز. وعدم التحيز معناها ان دايما البيانات اللي بيوفرها المصمم ده تكون مبنية على حقيقة، مش مبنية على رأي معين او على وجهة نظر شخص معين. يبقى احنا كده قلنا 2 من الاخلاقيات، وهي الشمولية وعدم التحيز. والشمولية معناها ان أداة الذكاء الاصطناعي تشمل جميع الناس، وعدم التحيز معناه ان هو ما يتجهش الى رأي ولكن دايما يعتمد على الحقائق.
رقم 3 عندنا هي الإفادة، ومعناها إن أداة الذكاء الاصطناعي تكون بتفيد المجتمع وبتساعد الناس ومش بتستفاد منه، أو مش تكون معمولة علشان تستفاد من الناس. طبعا كلمة تستفاد من الناس أو تستفاد من المجتمع مقصود بيها إن هي معمولة علشان تاخد منهم البيانات أو غيرها من المصالح اللي ليها علاقة بموضوع الذكاء الاصطناعي. رقم 4 عندنا هي الشفافية. شفافية معناها وضوح، ومعنى كلمة وضوح أو شفافية هي إن دايما مصمم أداة الذكاء الاصطناعي يكون مستعد إنه يشرح للناس إزاي هي بتشتغل. رقم 5 هي التحفظ. التحفظ معناها إن المصمم يحافظ ويراعي خصوصية المستخدم، وكمان يكون متأكد من أمان المستخدم وهو بيصمم أداة الذكاء الاصطناعي دي. رقم 6 هي المسؤولية. وكلمة مسؤولية هنا معناها إن لو أداة الذكاء الاصطناعي مشتغلتش أو جزء معين منها مشتغلش، فلازم المصمم يعترف إن في خطأ حصل، وكمان يقدم معلومات عن الخطأ اللي حصل ده ويشرح إيه اللي بيتعمل علشان يصلح الغلط ده. حد عنده مشكلة في الجزئية دي؟ لا مش شكرا. كلام جميل. طيب بما ان محدش عنده مشكلة، عايزة حد مثلا نقول هو مين؟ احمد؟ مين اللي دخل باكونت اسمه احمد؟ ايه؟ السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكون أحمد عيسى مين احمد أظن عيسى؟ اللي هو اللغات. طب ما احنا في حصة عربي. انت لغات يا احمد؟ عربي؟ لا طب انت جديد معانا؟ أول يوم. أيوة اه اوكي يا حبيبي، اهلا بيك. انا تيتشر بسملة، مدرسة التكنولوجيا. انت حضرت من اول الحصة؟ لا مش بصراحة. طيب بص، اهم حاجة بس ان انت تركز في الجزء اللي احنا بنشرحه، وهتلاقي ان انا اصلا كنت بعمل تسجيل من اول الحصة. هتدخل بس على اليوتيوب وتشوف الجزء اللي فاتك، علشان بإذن الله الحصة الجاية تبقى مع باقي زمايلك. اوكي؟ ماشي هو انا اصلا ما شرحتش النهاردة غير الدرس الاول او اجزاء يعني من الدرس الاول، وشرحت الدرس التاني كله، ماشي. فهتشوف قصدك الحاجات اللي هتلمها بإذن الله. طيب يا شباب، عايزة حد يقول لي واحدة من اخصائيات الذكاء الاصطناعي انا مش ويقول لي شرحها. اتفضل يا محمد. محمد مجدي. واحدة بس. اه عايزة واحدة بس بشرحها. أيوة بسمع حضرتك كده. والشمولية يجب أن تشغل أن تشمل أدوات الذكاء الاصطناعي جميع المستخدمين، وليس فقط مجموعة محددة، سلام جميل، شكرا يا يعني محمد، كل الناس اللي يقدروا يستخدموها. حلو جدا. مريم. الشفافية اللي هم لازم يكونوا مصممون مستعدات للشرح بكيفية عمل أدوات الذكاء الاصطناعي. ممتازة يا مريم، برافو عليكي. سما فارس. التحفظ اللي هو على إجابة على مستخدمين الذكاء الاصطناعي، مراعاة خصوصية المستخدم. شطورة، برافو عليكي، حلو قوي يا سما، نزلي ايدك. عمر. الإفادة يجب أن يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المجتمع وليس للاستفادة منها. برافو عليكي يا عمر حبيبة. أيوة يلا يا حبيبي. الإفادة قال الإفادة. عدم التحيز. حلو. تمام. يجب أن تستند البيانات على الحقيقة وليس على الرأي أو على وجهات النظر الشخصية. ممتازة يا حبيبة. محمد حمادة. أقول الشفافية. زميلك قالها، هو فاضل واحدة بس. ماشي، أقول المسؤولية. ماشي صح، برافو عليك، هي دي اللي فاضلة، اشرحها لنا. المسؤولية
اللي هي الذكاء الاصطناعي. اوكي، المسؤولية ان مصممين الذكاء الاصطناعي يعملوا ايه؟ يقدموا معلومات دقيقة. لا، هي المسؤولية ملهاش علاقة بتقديم المعلومات نفسه، ركز اكتر. طيب تشرح لنا واحدة غيرها يا محمد؟ ماشي. ماشي، قولي أي واحدة تانية. مثلا التحفظ، ماشي، اشرح لي التحفظ. مراعاة خصوصية المستخدم. صح، برافو عليك، فعلا التحفظ هو مراعاة خصوصية المستخدم. برافو يا محمد. عبد الله، مع حضرتك. يلا. والله بس هو في وما ستة ولا أي حاجة منهم. انا عايزاك تشرح لي المسؤولية يا عبد الله. المسؤولية إذا لم لو الذكاء الاصطناعي ما عملش، يبقى هو كده بيمغي على المصمم إن هو بيعترف بخطأ الحاس فيه، وبيقدم مع معلومات دقيقة صح، ويشرح ما يتم فعله لإصلاحه. كلام جميل والله. فعلا معنى كلمة المسؤولية هو إن لو حصل خطأ معين في أداة الذكاء الاصطناعي، ينبغي على المصمم الاعتراف بالخطأ وذكر ما يتم فعله لحل تلك المشكلة أو لحل ذلك الخطأ. ناس انا اولا ناس اسفك ان انا كلمت من غير سمية اذنك، سمية ثانيا قاعده واخد سمية تبان. بتقول عشان كده مش سامعانا. اوكي، ثواني اشوف. اه يا سمية، طب خرجي وادخلي، احنا لسه بنجاوب. مس انا اولا يا مس انا اسف ان انا اتكلمت من غير تقولي لي، اه ثانيا ماشي، انا عايزه اروح للتمام. اتفضل. عبد الله، انت كده خلاص خلصت، جاوبت، تنزل ايدك. سما اشرف، بس أنا كنت بس حابة أقول حاجة عن مسعى أخلاق مصمم الذكاء الاصطناعي. قولي واحدة، اختاري اللي انت عايزاه وقوليها، الإفادة، اشرحيها لنا. يجب أن نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المجتمع وليس الاستفادة منه. ممتازة يا سامة، برافو عليكي. طبعا الناس اللي جاوبت دلوقتي بجد ممتازين جدا، برافو عليكم ان انتوا كنتوا مركزين معايا في الشرح، وعشان كده عرفتوا ان انتوا تشرحوها بالظبط زي ما احنا شرحناها. ممتازين. خدوا بالكم من حاجة بس صغيرة كده، وهي ان الناس اللي بتجاوب في الحصة او اللي بتحاول دايما ان هي ترفع ايدها في الحصة، حقيقي هم اكتر ناس بيفتكروا معلومات من الدرس بعد الحصة، وبياخدوا مجهود اقل بكتير في المذاكرة، لان هما في الحصة نفسها يعني 3/4 الدرس هما خلاص يموا ويركزوا فيه وجاوبوا فيه كمان. يعني ما مش بس الناس تجاوب لما نقول ان في بوينتس او ان في مسابقة، لا بالعكس، انت كل ما بتجاوب اكتر، كل ما انت اكتر واحد بتستفيد واكتر واحد المعلومة بتثبت في دماغك. فعايزة بعد كده أنا جيتها مثل اوكي يا عمر، الناس اول ما اقول في سؤال الاقي ان الكل رافع ايده، عشان بس ناخد بالنا كده من حاجة صغيرة، ان الناس اللي ما بترفعش ايدها خليها تجاوب من غير ما ترفع ايدها. اوكي يا احمد، احمد ماشي يا مي. ومحمد محمود ما سمعتش صوتكم، فاعملوا حسابكم ان ممكن اسألكم في اي وقت. ماشي اوكي، عندنا بقى دلوقتي تركة بسيطة بيقولك، يعني هو مصمم الذكاء الاصطناعي او مهندس الذكاء الاصطناعي هو بس اللي المفروض يلتزم باخلاقيات محددة؟ اكيد لا طبعا، المفروض جميع مستخدمين أدوات الذكاء الاصطناعي يلتزموا بأخلاقيات محددة. يعني مثلا هو كمهندس أو كمصمم عمل أداة الذكاء الاصطناعي بتتبع جميع الأخلاقيات، ولكن أنا كمستخدم استخدمتها بطريقة خاطئة، يبقى الغلط كده على مين؟ الغلط كده عليا أنا كمستخدم، إن أنا ما اتبعتش أخلاقيات الاستخدام. إيه هي بقى الأخلاقيات دي؟ أولا، إن أنا أركز إن الأدوات دي معمولة أساسا عشان أساعد نفسي أو أساعد الناس أو أساعد المجتمع. كمان إن أنا ما ينفعش أستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي عشان أنتهك خصوصية شخص معين أو عشان أغش أو عشان أذي إنسان.
كمان اتأكد ان الشركة او المصمم اللي انتج أداة الذكاء الاصطناعي بيتبع قواعد الاخلاق. لازم ان احنا نفسنا نركز على حماية نفسنا على الانترنت، مش بس ان ادوات الذكاء الاصطناعي دي ادوات محمية او ان الادوات دي بتحمي بياناتنا، لا لازم احنا نفسنا نركز على حماية بياناتنا. نعم يا عمر. مس هو وشي باين يا مس في الكاميرا ولا لا؟ وشك باين في الكاميرا ولا لا؟ الكاميرا، لا يا مس الشاشة سوداء. الكاميرا لونها اسود. لحظة يا مس ثانية ماشي كده باينة؟ اه كده باينة. المهم دلوقتي حد عنده أي سؤال في الجزء اللي احنا شرحناه؟ لا يا مس طيب عايزة بس أسألكم، صفحة 18 محلولة عندكم؟ يب. الناس ايوه يا مس اوكي نقدر يا مس نقفلها.